السلام عليكم، انا صالحه مخلص، جيت على حساب حسن مخلص. مشى يحرق من ليبيا، مشى في 2018، بقى مشى في 2018 في شهر 9، 2018 دوزو في شهر 9، 2019 نهار 5، نهار في شهر 5، نهار 7 شهر 5 مابقاش عاود يهضر معنا، كان تيهضر معنا مابقاش عاود يهضر معنا، قال لي 5 ايام غنعاود نتصل عليك، مابقاش عاود يتصل عليا، مشى على حساب باش حرق. ما عرفنا واش كان حي، بغينا نعرفوا عليه المعلومات، كان ميت بغينا نعرفوا عليه المعلومات. كنطالبوا من سيدنا، جينا الوزاره الخارجيه شحال من مره، مشينا للهلال الاحمر شحال من مره، مشينا للقصر الملكي شحال من مره، والو ما تيجاوبوش معنا، حتى التليفون داك الاخر ما كيخسروش علينا. كنطالبوا من سيدنا، كنطالبوا من جلاله الملك يوقفنا على وليداتنا، راهم في ليبيا، كنطالبوا من جلاله الملك يوقفنا على وليداتنا. لا ما بغيتش، ولكن قال لي حديتو ناس، وقال لي راه غادي تكون المشيه مزيانه، وداك الشيء نصبوا عليه خويا، حتى هو نصبوا عليه، اللي نصبوا عليه نصبوا عليه جوج الناس، ولد بني ملال ملي نصب عليه دوك جوج، قال لي قال لك غادي يمشي في الباطا، ما قالش نهار غادي يمشي، غادي يدخل ليبيا. نهار خويا اللي دخلوا لتونس صافي بداو ليبيا. السيد اللي كان معاه مشى قطع، قطعوه خويا، بقاو شادينو تما، كنا كنخدم معاه ميكانيك صافي خويا، تما كنا غبر، ما خلينا عيطنا الناس اللي كانوا تما، ما خلينا كيفاش في القلب لا ما لقيناش، صافي تما اختفى خويا، ملي عرفنا عليه حتى شي حاجه. المشكل ديالي انا ولدي مشى من تونس، مشى على اساس الحريق، من النهار اللي مشى لتونس نهار 15 نهار 16 في شهر 12، من تما تقطعت الاخبار ديالو، ما بقينا سمعنا حتى شي حاجه، ما عرفنا واش في ليبيا ولا في تونس، من تما بقينا عرفنا حتى الاخبار، ما خلينا فين مشينا، ما خلينا فين دقينا. ولدي تقطعت الاخبار ديالو، من تما ما عرفنا فين مشى، مشى على اساس الحريق، واحد الحراق داهم قال لي غادي نحركهم من تونس، من تما تقطعت الاخبار ديالهم، من نهار اللي خرجوا من نهار 16 في شهر 12، من نهار اللي خرجوا ما بقيناش عرفناهم فين مشاو، لدابا الحراق باقي في طاليان. ومو مشدوده، من تما بقينا عارفين اللي تاش خبر ما كاين. رحنا مشويه اليوم، رحنا عيد مواعيد، رحنا محنين، رحنا ما بقات عندنا لا عيشه لا والو، رحنا مرضنا وتمحنا، كنطلبوا من الله ومن جلاله الملك يرحل لنا وليداتنا. حنا كاع الدول كترحل الدراري ولادنا، حنا ما كاينش اللي تدخل فيهم ولا ترحلهم، حنا راه سيدي راه محنين وراه مرضنا، ما بقات عندنا لا عيد لا عيشه لا حتى شي حاجه، مرضنا في حياتنا بالسكر بالطونسيو وكل شيء ولا فينا. ماشي نحرقوا، قعدوا 16 يوم في ليبيا، قال لك بغى يخرجنا صافي، من تما متينا اسقنا عليهم اخبار، هادشي اللي كاين هو هذا من 2017 لحد اليوم، قالوا لنا شادينهم كملوا العدد ديالهم ومخرجينهم تيخدموا عليهم وردوهم، هادشي اللي قايلين لينا، راسل لينا البلاصه فين كاينين ديال الحبس اللي شادينهم فيه، وهادشي اللي كاين وديجي والهضره، ما كاين حتى شي حاجه والو، شي معلومات ما كاينش والو، عايشين بحال العدبه، عايش العيد ما عيدنا، العرس ما عرسنا، الفرح ما فرحنا، نضلوا نبكيو ونباتوا نبكيو على وليداتنا، تنطلبوا من الله وسيدي ربي ومحمد الساتة يتعاون معنا على وليداتنا، يشوف يدير لهم شي حل، يخرجهم ولا يشوف اش يدير معاهم، وما تيقولنا راه شادينهم، يضلوا يخدموا عليهم واش يردوهم، هادشي المعلومات اللي عندنا عليهم. كان وليداتنا ميتين. عندي وليد واحد مشى كيحرق، دخل من تونس ليبيا. 8 سنين دروك مات، اللي تعرفته ولا ميت لا حي، ما عمره هضر معايا. نهار 19 في شهر 4 2017 قال لي امي، قلت لي فين انت، قال لي هاد النمره عمرك ما تعيط فيها، قلت لي علاش، قال لي ما عرفنا روسنا فين غاديين بينا، اخر مكالمه ما تسمع صوتوش. ودروك كنطالبوا من جلاله الملك هاد الوليدات، راه وليداتنا وليداته، يدير لهم شي حل.